تحدي بس ما نعرف وش التحدي. ايش التحدي؟ تحدي اليوم لازم تختاروا ملابس لبابا. كل واحد فيكم حيكون عنده فلوس، واحد حيكون عنده كثير وواحد اقل. كثير فينا الاوراق. ايمان نختار؟ طيب. ايوه طيب اختاروا ورقه. اوكي انتوا اختاروا اول. الفلوس كم حياخذوا مكتوب فيه؟ انا خايفه. 50. 50 جنيه بس 250 ريال. وانتي 150. ايوه 100 جنيه. وانت 250 جنيه. يلا انا زعلان عشان عنده قليل. زعلان. ايوه مبسوط يا يوسف؟ عندك اكثر شيء؟ لا 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 لا. يوسف صاحبك. Is Yusuf your friend? Yeah. لا 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 لا. Oh my god, Yusuf! Are you hiding? وصلنا المول. حيسووا حجر ورقة مقاس عشان نشوف مين حيختار أول محل. حجر ورقة مقاس. سو أنس سو إيمان. حجر ورقة مقاس. أوه ياي. طيب فين تبي تروحي؟ هوليستا؟ طيب أوكي. هذا المكان المفضل لديك صح؟ إيمان إيش رأيك بهذا؟ ما أحب أنس. بابا يكون توأم مع أنس. إيش مقاس بابا؟ اكس 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 ال؟ لا ماما لا تقولي لها، هي لازم تعزل. ها؟ اشتري هذا. بتمزحي. أنس بتدور لبابا ولا لنفسك؟ ايوه احب هذا لبابا؟ ايوه بس ما ما كم سعره؟ 22. اوه انا حشتريه. لا مو زعل. للاسف ما عنده مقاسهم صح؟ ايوه بس ماما غير عادل عشان انس هو يعرف مقاس بابا. مين يقول انا هذا؟ اوكي حقول لك لارج لارج لارج. عاده يلبس لارج. اوكي هذا لارج. اوكي اشتري هذا لبابا عشان بابا يكون زيك. ايوه بيلبس نفس الشيء. فايمان ورينا ايش اشتريتي؟ ايش اخترتي؟ كل هذا بكم؟ 66. اوكي وانت عندك 150. ايمان مره مبسوطه عشان اخذت خصم. انس يوسف حجر ورق مقاس. مين حيختار المحل؟ انا. فين رايحين؟ تي كي ماكس. تي كي ماكس. بابا يحب هذا المحل. ايوه انت اي محل حتختار في دورك؟ سوبر جاي. سوبر جاي. ليش؟ بابا فين؟ اوه وصلنا. جلد. غالي جلد 100 جنيه. ايوه انت ممكن تشتري، انت عندك كثير فلوس. يوسف دوب قال لي يبغى يشتري تي شيرت مكتوب فيه حبك بابا. What did you say to يوسف جورج؟ I love you. انس قاعد يدور هنا كثير وكل شيء غالي عليه. ايمان قالت تبغى تشتري بابا لوك اسمه سوفت بوي. الفاشن الموضة سوفت بوي. إيمان اشتريت جينز وإيش كمان اشتريتي؟ قميص وجزمة. وكم فلوس؟ أعتقد عندي 80 pounds. عندك بقي لك 80 pounds 80 جنيه. ويوسف يشتري جينز ب30 فبقي لي 220. وأنس لسه ما اشترى شيء بقي لي 50 جنيه. وصلنا سوبر دراي. يلا دورك يوسف تشتري نظارة شمسية. طيب تبغى تختار هذا؟ خلاص؟ اوكي. اخوك المزعج؟ ايش حيجيبوا بابا؟ ايش حيجيب حلو في بابا؟ هذا حلو مع النظارة. اسود وبرتقالي زي النظارة. انا حشتري هذا لبابا. هذا اللوك الفاشن سوفت بوي. يشيلوا شنط زي كذا. أنس بس قاعد هنا طفش عشان كل شيء غالي عليه هنا. خسرت هذا التيشيرت. جاب قاعد يرقص مع إيمان. تبغى نشوف السعر اللي حق الشنطة اللي اشتريته؟ 25 جنيه. حسبت 4 جنيه. حسبته 4 جنيه كذا. مو شكله غالي. عجبك هذا؟ ايوه قاعد يمس كلهم عشان يشوف اذا قاسي صح؟ يتشيك اذا هات اذا قاسي ولا ناعم. هذا؟ ايوه ماتش الستايل. يجي مع الستايل اللي اشتريت. اوكي اسود وبرتقالي. ما كانوا عندهم مقاس هو في هذا فيوسف حيختار هذا. يوسف اختار هذه الشنطه. ثقيل؟ انت خلاص اشتريت كل الملابس. اخيرا اخيرا يوسف خلص. وصلنا المحل حق أنس.
لكن يمكن ممكن يشتري ملابس رخيصة. أيوة مرة رخيصة. كم هذا جاكيت؟ أحب هذا. 15؟ أوكي. Okay. غير رأيه حيشتري إيه. هذا مو هذا. مرة. كم هذا؟ 50 أمزح. 10. أوه. أقل. كاراتي كيد. أوه. بابا يحب كاراتي كيد. أنا حصار تيشيرت كمان. عشان تحت القميص الثاني. أشتري هذا. هاشتري هذا شكله زي كوندرس بس مو غالي بس 8 جنيه 8 بس واو. أنا سأشتري بنطلون وقميص وجزمة حتشتري شيء ثاني؟ أيوه هاشتري تشين نكلس وشنطة بيقلدك؟ وهو كمان حق بيني بيمزح معاك الآن خلاص خطرت تي شيرت هذا القدام أشوفه برا حلو هذا 25 بس انت بقي لك 22 صح؟ ايوه بس انا سمحت لك شوف كم شرط عندنا وقت الراحة حناكل دحين انا اش مشغول قاعد يحسب كم صرف كل واحد فيهم ايوه كيف كانت الغداء؟ نسينا نصور الاكل ايمان اخيرا خلصنا وقربنا دحين بابا حيجرب كل الملابس كان يوم طويل صح؟ أيوة تعبته وجاد نام حطينا كل الملابس هنا صراحة بابا مرة يحتاج ملابس جديدة عشان دائما يلبس نفس الملابس أيوة طيب أنت كان عندك 150 جنيه وكم صرفتي؟ 103 وأنت كان عندك 50 جنيه وكم صرفت؟ 53 وأنت كان عندك 250 جنيه وكم صرفت؟ 208 هنادي بابا يلا روح ونادي بابا هنادي بابا بابا عندنا مفاجأة لك ما أحب المفاجآت منكم أنتوا بالذات تعال تحت إيش في بابا كم سنة أنت عندك هذا القميص أعتقد 5 سنوات ليش؟ مرة كثير عشان أنت دائما تلبس نفس الملابس في كثير سنوات إيش ملابسي؟ جبنا عليك ملابس جديدة Oh my god ايش هذا؟ Oh my god شكله مرة كبير ايش هذا؟ extra large نظارات كمان ايش الشرارير هذه؟ شرارير نار جزمة كمان؟ ايوه تحتاج جزمة شوف جزمتك احتاج جزمة جديدة كول اوف ديوتي؟ ايش هذا؟ طيب ايش مالك الثلاث ملابس؟ عشان واحد مني وواحد من يوسف وواحد من انس ما حنقول لك واحد كان عنده واحد كان عنده 250 جنيه واحد 150 وواحد 50 لازم انا احذر يعني؟ ايوه انت لازم تحذر احذر ولا اختار احسن واحد؟ اختار الاثنين بس قبل ما تختار لازم تجربه ايوه حسناك فوق اطلع عشان ما تشوفون الملابس يلا هش اوكي هش اطلعوا ما ابغاكم تشوفوا كل شيء جاهزين؟ ايوه اوه اوه ام كول يا كيف شعورك كول؟ اعتقد اني كول صراحه مريح احكم من ناحيتين من ناحيه الراحه والشكل الراحه مريح الملابس مريح البنطلون مريح القميص والشكل عجبني كثير الالوان هذه عاده انا اختارها لنفسي فحلو مره عجبكم الاسلوب هذا؟ اعتقد ايمان اختارت هذا الملابس اقول لكم ليش؟ لان ايمان تحب هوستر وهذه اسلوبها هذا ستايل حقها مو بالعاده ستايل حقي شوف نفس الستايل حقها شوفه نفس الستايل حقها شوفه وكمان ايمان تحب تلبس طواقي فانا متاكد انه هذا ايمان ايش الميزانيه كانت 250 و150 اعتقد اللي اشترى لي هذا كانت عنده الميزانيه 150 المتوسط ايوه ايوه بس لان في بعض القمصان رخيصه من محل يعني رخيص برايمارك انت رايح المدرسه انا قاعد في الجامعه بس الشنطه هذه ما نعرف ايش حط فيها ايوه ممكن تحط فيه اكل جاد وحفاضه جاد لا والله هذا شغلك بابا احب هذا الستايل اكثر بس اعتقد الستايل اللي قبل يناسبني اكثر صح؟ حتى انا البس الوان غامضه لاني انا كذا تاب جاد صحيح يلا بابا ادخل واضح ان يوسف اختار هذه الملابس صح يوسف انت اخترت هذه الملابس
كثير؟ مرة حلو. ليش قلت له؟ بس حلو القميص هذا مريح، البطانة شوية ضيق علي. يوسف كانت عنده أكبر ميزانية صح؟ أيوه كان عنده 250. كم صرفت؟ 203 تقريبا 208. واو هذا كله 208 جنيه. ايوه يعني كم يعني تقريبا 1000 ريال عشان الجزمه كان 80 باوند. الجزمه كانت غاليه 80 جنيه. ما شاء الله كل الملابس عجبتني. احسنتوا. هاي فايف. بس لازم اختار دحين احسن شيء. ايوه لازم. هذه الملابس اللي هنا اقل ميزانيه اعتقد انس اختارها. عجبني اسلوب هذا الملابس يعني نفس ستايل حقي وكانت مريحه. هذه الملابس معظمهم قالوا انها شكلها احلى علي من هذه بس مو اسلوبي يعني ما ادري. هذه الملابس مره حلوه يا زلمه. ما في شيء بس حلو. انت ايش رايك ايش احسن شيء؟ حتى هذه الملابس عجبتني. صعب انا اقول كلهم فازوا. لا صعب اني اختار الصراحه. اعتقد هنا فاز. ليش؟ لانه كانت عنده اقل ميزانيه. كانت عنده اقل ميزانيه لكن احسن شغل يعني جاب اشياء حلوه مناسبه مع ان ميزانيته كانت اقل. خلاص ما بختار. ما بختار. او انا اذا ما انت خلي ماما تختار. لا 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 صراحه انا عجبني هذا بس كان غريب عليك. ماني متعوده. ماني متعوده. شوف هي تشوف اني كاني شايب. لا بس ما شفتك في ملابس زي كذا. يعني غريب. ملابس زي كذا من دحين عشان تتعود. اوكي اوكي. عشان انا ماني شايب. هاي ماما انا لسه شباب. ان شاء الله اعجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم اعطوني لايك سبسكرايب. مع السلامه. مع السلامه. يا حبيبي.